السلام عليكم متابعي قناة توب 10 عرب، نأمل أنكم بخير ومستعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة. لن ننكر أن الميغالودون يبقى من الكائنات التي أثارت إعجاب علماء البحار منذ عقود من الزمن، ولأن المختصين يعتبرونه من أقوى وأضخم الأسماك التي عرفتها البحار والمحيطات، كما لا ننكر أن قليلين من يعتقدون بوجود أفراد منها على قيد الحياة، فيما الغالبية العظمى من المختصين يؤمنون بانقراضه. لكن ماذا لو كانوا جميعا مخطئين؟ فالإنسان لم يكشف أسرار البحار والمحيطات كلها، وقد يكون جد أسماك القرش هذا موجودا في منطقة لم تبلغها الغواصات بعد. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنستعرض مقاطع لخمس كائنات بحرية يعتقد أنها الميغالودون. في المرتبة الخامسة، القرش الأبيض الكبير. من المستبعد لا تكونوا قد قرأتم أو سمعتم عن القرش الأبيض الكبير، فلو كان للميغالودون أحفاد فقد يكون هذا القرش من المرشحين الأوائل. سنة 2015 نشر الغطاس المحترف يوريشيو هوربوس باديا صورا ومقاطع له مع هذا المخلوق كبير الحجم على الفيسبوك، ليصبح هذا القرش موضوعا للنقاشات التي شاركت فيها أطياف واسعة ومتميزة من مستخدمي الموقع. جرى تصوير المقطع قرب سواحل جزيرة غوادالوبي المكسيكية من طرف يورشيو ومجموعة من أصدقائه أثناء استمتاعهم بوقتهم ومتابعتهم الأسماك التي كانت تمر قرب قفصهم المعدني قبل أن تظهر من الأعماق سمكة القرش الأبيض، والتي وصفوها بأن حجمها الكبير قد يكون جزء منها بسبب حملها الذي كان ظاهرا، غير أن هذا لا ينتقص شيئا من كبر طولها الذي بلغ 7 أمتار. الفريق الذي أعجب بها أطلق عليها سمكة الأعماق أو ديب بلو، كناية عن ظهورها المفاجئ من الأعماق. كما قدروا أن عمرها قد يكون 50 سنة على الأقل، وأن وزنها قد لا يقل عن 2268 كيلوغراما. المقطع المصور يظهر مجموعة الأصدقاء المستمتعين بوقتهم قبل صعود سمكة القرش الكبيرة نحو قفصهم بسرعة قبل أن تحوم حولهم قليلا وتحاول عض القفص. أما عن سلوكها هذا وظهورها المفاجئ فقد فسره مختصون بأنه شيء عادي بالنسبة لهذا النوع من الأسماك، خاصة الإناث الحوامل منها، والتي تصعد لتضع مولودها في المنطقة الضحلة من المياه القريبة من السطح. والجزيرة المكسيكية مشهورة بمشاهدة أسماك من هذا النوع في الفترة التي تأتي قبيل أو بعيد شهر أكتوبر من كل سنة، كما أن ظهورها يتزامن مع موسم هجرة أنواع من المخلوقات البحرية التي تتغذى عليها. أما عن صغار هذه القروش فحتى بعد انتقالها إلى مكان آخر تعود مجددا للمناطق القريبة من سواحل الجزيرة لتضع صغارها، معلنة بذلك بدء دورة جديدة. في المرتبة الرابعة، القرش الأبيض العظيم، جزيرة غوادالوبي. من الأشياء التي تشتهر بها جزيرة غوادالوبي كثرة أسماك القرش التي تسبح بمقربة من سواحلها، وهو ما استغلته شركات وأفراد لتقديم خدمات سياحية. قد يعتقد البعض أنها ضرب من الجنون، خاصة عند الحديث عن السباحة في قفص معدني تحيط به الأسماك المختلفة التي قد تكون من بينها أسماك القرش. في العادة تبدأ التجربة بمشاهدة أسماك مختلفة الأنواع تسبح على مقربة من القفص قبل أن تحوم حوله هو على شكل أسراب. أما أسماك القرش فتظهر بشكل مفاجئ مستغلة سرعتها الكبيرة ولون جلدها التي يصعب رؤيتها من بعيد. على جزء من أجسامها قد يكون لونه غامقا أو مفتوحا، إلا أن الجزء السفلي دائما ما يكون أبيضا، ورغم ذلك تنجح في تمويه نفسها حتى تقترب كثيرا من هدفها. الأسماك المتواجدة في القاع لا تميز سمكة القرش نظرا لتماهي لون بطنها الأبيض مع لون أشعة الشمس التي تصل للأجزاء القريبة من سطح المياه، فيما المتواجدة أعلى سمكة القرش لا تنتبه لوجودها نظرا لتماهي لون أعلى جزء من جسدها مع لون القاع، وهذا تصميم خالق حكيم. أسماك القرش قد تجد نفسها متعاركة فيما بينها للحفاظ على منطقة معينة أو من أجل فريسة مستهدفة، لكن هذا في حالات قليلة فقط، كما أن لها القدرة على اكتشاف وجود قطرة دم واحدة في حوض يحتوي على 100 لتر من الماء، إضافة إلى قدرتها على اكتشاف قطرة دم من على بعد مسافة 5 كيلومترات كاملة، وبمجرد الإحساس بها تستطيع التوجه نحوها. فإن كانت نتيجة نزيف من كائن آخر يمكن أن يصبح هذا الأخير فريسة لها، وحتى إن حاول الهرب فلن يبتعد كثيرا. فأسماك القرش على اختلاف أنواعها قادرة على السباحة بسرعة قد تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة. في المرتبة الثالثة، القرش المجهول. في الكثير من المرات يتوقف التصديق بوجود الشيء على رؤيته، والرقم 3 في لائحتنا مثال على ذلك. هذا المقطع المصور مجهول المصدر، ويعتقد أن صاحبه لم يكن ينتظر تصويره، أو على الأقل لم ينتظر ظهور سمكة قرش بتلك الطريقة حتى يستطيع تصويرها.
يبدأ المقطع بشكل عادي حتى مرور 30 ثانية لتظهر سمكة قرش من تحت سطح المياه ذات طول قد يكون محصورا بين 4.6 و6 أمتار، وحسب ما يبدو قد تكون سمكة قرش من فصيلة القروش البيضاء، غير أن هذه تملك أنفا مصابة ربما جراء تأذيها أثناء محاولة صيد فريسة أو نتيجة اصطدامها بمركب ما. ولكم أن تتخيلوا شعور صاحب المقطع وهو ينظر لسمكة قرش تكبره حجما تمر بجانبه، خاصة إن كان ممن شاهدوا فيلم جوز، فقد تعود به الذاكرة إلى أحداث الفيلم وما اختبره أبطاله بسبب سمكة قرش من النوع ذاته. وبشكل عام فالمصادفات من هذا النوع لا تحدث كثيرا، وحتى إن حدثت فقليلا ما تكون مصورة وموثقة مثل التي شهدتها سواحل سيموفور شهر يناير من سنة 2018. فقد مر قرش أبيض كبير الحجم على مقربة من صيادين وحام حول صيدهما دون أن يتمكن من تحديد حجمه، غير أنهما أجمع على تجاوزه حجم مركبهما، وهو ما يحاولان إثباته باستعمال ما صوراه. في أغلب الحالات المسجلة يسبح القرش الأبيض حول المركب وكأنه يبحث عن طريقة لمهاجمته، ومن الجميل أنه إما أن ينسحب متحسرا أو أن يفشل هجومه دون أن يحدث ضررا كبيرا. في المرتبة الثانية القرش الأبيض الكبير في مواجهة القفص الحديدي. فكرة السباحة داخل قفص معدني تحوم حوله سمكة قرش ينفر منها كل ذو عقل سوي، لكن هنالك من يجدها تجربة تستحق الخوض مثل صاحب هذا المقطع الذي كان محظوظا بتصويره سمكة القرش هذه التي اتجهت في البداية تجاه سرب السمك الذي كان يحوم قرب القفص قبل أن تسبح باتجاه القارب في البداية، لتترجع بمجرد انتباهها إلى وجود قفص متدلل من القارب داخله وجبة غذاء مكونة من لحوم بشرية فتستهدفها. سمكة القرش هذه يقارب طولها 4.5 أمتار، أي أن وزنها قد يتجاوز 453.6 كيلوغراما. توجهت في البداية نحو القفص محاولة تحطيمه للوصول للمتواجدين داخله، غير أن أنفها البارز حال دون ذلك مانعا إياها من تذوق طعم القضبان المعدنية. وبعد عدة محاولات تقرر الابتعاد مخالفة مجموعة المغامرين المتواجدين داخل القفص في حالة من السعادة بعد نجاتهم مما كاد أن يكون آخر أيام حياتهم. وبعدها بلحظات فقط تعود السمكة مجددا في محاولة جديدة فاشلة، ربما كان دافعها إشباع الجوع أو طرد المتطفلين من منطقتها. في هذه المحاولة الأخيرة استطاعت إدخال جزء من أنفها دون أن تصل إلى هدفها، وهو ما مكن من تصوير عينيها اللتين كانتا شبه مغلقين، وهي ميزة تتمتع بها أثناء هجومها حيث أن عينيها تغطيان لتفادي إصابتهما دون أن يمنعها ذلك من تحديد مكان تواجد فريستها. وبعد هذه التجربة الناجحة بالنسبة للمغامر ومن كان معه من طاقم العمل، فقد يقرر إعادتها مجددا وهو مرتاح لعلمه أنه سيبقى أمنا ولن يتعرض للأذى رغم محاولات سمكة القرش المتكررة. في المرتبة الأولى والأخيرة أكل القرش الأبيض الكبير. في أعماق المحيطات جنوب أستراليا تعرض قرش أبيض إلى هجوم من كائن آخر مجهول، وقد قدمت رقاقة مزروعة في زعنفة سمكة القرش معلومات مهمة حول ما حدث، أهمها أن القرش اضطر إلى السباحة بسرعة كبيرة في محاولة للبقاء على قيد الحياة قبل أن ينتهي به الأمر فريسة للكائن المجهول. ولم يستطع المختصون استرجاع الرقاقة إلا بعد مضي أسبوعين على التهامه وحمل الأمواج الرقاقة إلى إحدى السواحل التي مكنت من استرجاعها. حجم القرش الأبيض الكبير يفيد بضرورة كون الكائن الغامض ذا حجم مماثل أو أكبر من الخاص بالقرش الأبيض حتى يستطيع التغلب عليه والتهامه، وهو ما أثار اهتمام الكثير من المختصين الذين قد يشكل اكتشاف نوع جديد من الأسماك المفترسة فرصة لهم للبحث عنه ودراسته. ومن المعلومات الإضافية التي تمكن المختصون من استرجاعها من الرقاقة كان تسجيلها ارتفاعا سريعا في درجة الحرارة تلاه غطس لعمق 2.75 كيلومتر، حيث بقي الكائن الغامض لفترة من الزمن قبل أن يعود مجددا للاقتراب من السطح، وربما وقتها غادرت الرقاقة جسده. أما ما يعنيه كل هذا فدرجة الحرارة المرتفعة قد تكون خاصة بالجهاز الهضمي للكائن الغامض، فيما بقية مسجلاتها يقدم معلومات مفيدة حول المنطقة التي يعيش فيها والعمق الذي يستطيع بلوغه على الأقل حتى تخلصه من الرقاقة. واحتاج العلماء إلى إعادة دراسة أنماط هجرة القروش البيضاء في محاولة منهم لاكتشاف المناطق التي تتحرك
حاشاها خوفا من الوقوع فريسة للكائنات التي تسكنها، وبالتالي الاقتراب من اكتشاف هوية الكائن الغامض. والنتيجة التي بلغوها كانت أن المشتبه بها الوحيد هو قرش من النوع ذاته، ولربما كان السبب في افتراس قرش أبيض لآخر من بني جلدته شعور المفترس بالجوع وعدم إيجاده ما يأكله، أو ربما كان الأمر متعلقا بمحاولة للسيطرة على منطقة أكبر. أيا كان السبب، فالقدرة على افتراس قرش أبيض تحتاج إلى قوة كبيرة قد لا يمتلكها كائن بحري آخر غير الميغالودون، ولربما كان هو الفاعل الحقيقي وليس سمكة قرش بيضاء كبيرة. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أنها نالت إعجابكم. ما رأيكم في أسماك القرش؟ هل كنتم لتقبلوا السباحة قربها؟ شاركونا أجوبتكم في التعليقات.